رامو، هاي ما أنا قصة تحتار فيها يا أخي. العيلة بكفة والدنيا بكفة تانية، هذا الواقع. ومتأكد من هالشي لأني خسرتها مرة، بيتي وعيلتي وكل شي راح مني، مع أنه بالواقع أنا ما كان عندي بيت من الأساس. في إنسان بيخاف وقت يكون رايح على بيته؟ أنا كنت خاف، كنت أقول يا الله إن شاء الله أبي ما يكون بالبيت، بيقوم بيطلع مو موجود، بصير بدها إنه ما يرجع ولا شوفه. بحط راسي على مخدي كل يوم، بيجي لحتى نام بس ما بدوق طعم النوم، وفجأة بيفتح باب البيت. يا الله شو كون مرعوب. ما بتتخيل قديش صوته عالي، يعيط على أمي من شان السفرة والأكل والمبيت. وبعدين يحطها على الأرض ويبلش فيها ضرب لحتى تفرط من الوجع. تقول بده يقتلها. قضيت كل طفولتي وأنا عم أتفرج على هالمناظر أخي. صوت عياط أمي لساتني عم بسمعه، مع أني كنت ولد وما بفهم بنوب. أوقات بقول لحالي إنه بهاي الحياة إذا الواحد ما بيقدر يوثق بأبوه لكن بمين بده يوثق لك أخي؟ ليكن إجوا رامو. رامو أنت أخي وبدي منك توعدني لا تفكر فيني أبداً. من الأساس يا أخي أنا مسلمك روحي وبضحي فيها كرمالك بأي وقت، بس بدي منك طلب صغير. دير بالك على أمي أخي، يا ريت تروح تزورها وقت يصح لك. خليك عم تطمن على وضعها، وإذا سألتك عني حاول تهرب. لا تاكلهم. أما كمان برقبتي. شرف، شفت يا خلف؟ قلت لي ما راح يجيبه، وانا قلت لك رامو كل عمره وفي لعيلي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، هذا الزلمه ما بتعرف شو ممكن يعمل. ما له وش واحد، عنده 10,000 وش. جنكيز بيك، جود غلط كتير مزبوط، وراضيان باللي رح يصير، بس كرمال خاطر هالسنين إلي عندك طلب. خليه يستسمحك ويطلب العفو. و
وإذا أنت رضيت ترحمه وتسامحه. الكلب اللي بيعض ابني بكرة بيعضني إلي. وهذا الكلب اللي قدامي شكله مسعور. شو بيعملوا بالكلاب المسعورة تيمو؟ يعني شو بدهم يعملوا فيهم بابا؟ بيسمموه وبيزتوهم بحفرة وبيدفنوه، وبعدين طبعاً بيصبوا فوقهم طبقة من الكلس مشان ما تعدي باقي الكلاب بنفس المرض. بما أني عضيتك معناتها أخذت المرض منك. إنهي هالمسخرة رامو. أنا ما رح أطلب العفو من حدا. تيمو! سامحني دنيا آخرة أخي. مسامحك دنيا آخرة أخي، وأنت سامحني.